السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد بقصه جديده مع ضيف جديد، مع خونا ايمن جاي يحكي لنا القصه تاعو، المغامره تاعو، التجربه تاعو اللي دارها ومن غير الى بريطانيا، وراح يحكي لنا بزاف حوايج وراح ينصح خوتنا. وهنا ديما خوتي نحكي ونقصر ونضحك، والهدف تاعنا نجيبو من كل دوله جزائري يحكي لنا على التجربه تاعو في البلاد اللي راه فيها. ومرحبا بك اخويا ايمن. مرحبا بك خويا، واش راك صافا لاباس؟ والله صافا الحمد لله. واش حواك اخويا، واش اخبارك؟ والله فينا ما الحمد لله ربي اخويا. يا اخويا مرحبا بك اخويا، وتفضل وحكي لنا حكايتك. مين نبداها لك حكايتي؟ مين من الجزائر والواح اخويا؟ من الجزائر الانجليز درت مين با شهرين، كنت نقرا، حبست القرايه يا ما حبيناش الريف على كل حال، رحنا درنا لي ديبلوم ولا اخر الدعوه، وكنا خدامين في لي غروسيس، خدام في لي غروسيس سوق كلاك. هيا من بعد درت ديبلوم تاع ستاكر، ما نعرف ولا تعرفوا ستاكر اللي يرفد لي كونتينر، والديبلوم هذا في البور. هيا بديت تسقسي زعما كمعرفة باش خد زاير معرفة، بلا معرفة ما دير والو. قصدنا الديريكتور تاع البور هكايا، قال لك 70 مليون باش دخلوك تخدم تشيبا، 70 مليون ديريكتور تاع البور ولا تشوف فيها عيب عليك خويا. اسونسي انا ما عنديش باش نجيب له 70 مليون باش ندخل نخدم، هذه ما كانوا ما جاياش قايدي. هيا كملت نخدم، كنت خدام في الكروسيس عادي، خدام هكايا. فهو خالي قدامي كنت نقول له نجي، كان يقول لي اختك من الغربه او يسمع فيا. هيا معليش، كنا خدامين هكايا. واحد الخطره عندي صاحبي او في هولندا على كل سويسرا طلع في السريع هذايا، قلت له كيف طلعت وراه لي السيد، كونتاكت هذا السيد وانا ما عنديش درام شو ما يكفونيش. السيد اللي كنت نخدم عنده في لي غروسيس كنا نقصروا هكا، وريت له كان داير صاحبي هذا ستوري، قلت له ليك ولا صاحبي راح. قال لي كيفاش راح؟ قلت له في السارع. قال لي علاه ما تروحش نتايا؟ قلت له ما عنديش درام ما يكفونيش، قلت له ماشي ما عنديش درام ما يكفونيش. قال لي شحال خصك؟ قلت له زعما طون فوالا. قال لي هاك روح. قال لي الله يسهل. ضربت واحد السمانة هكاك، رحت على كل حال كونتاكتيت السيد هذا، رحت ليه طلعت له دراهم الوهرن، طلعتهم له بثلاثة نيشافي سبتمبر، ايه في سبتمبر بثلاثة، ثلاثة لي موراها خرجت. هو عيط لي من بعد. ها شحال سلكتها معلم؟ 75. وكاين اللي معايا سلكو ب 100، وكان اللي طلع بفاميلته سلق ب 200 300 كل واحد كيف. اسعار خياليه يا صاحبي. نورمال عادي ياكسبتيها الواحد عادي. انا كيما انا ماكسبتيها، انا كون قال لي في هذيك الوقت هذاك 100 نورمال ما عنديش مشكل، ورسي مال عزيز. هاي من بعد طلعت الوهرن، ولا تعرفوا كاين يعرفوا لا تحت البورت تاع الوهرن تاع العسكر، من تما خرجت هذيك بلاصه والله ما على بالي السماء نورمالمون رزي ولا والله ما نكذب عليك. والسماء خرجنا واقيلا جوايا 8 تاع الليل هكايا، 8 تاع الليل. نعم كنا حنا و10 واقيلا 10 لي سيميريجي هكايا اللي حسبتهم، ما الاخرين والله ما على بالي 10 10 سيريا اللي طاحت فيهم عيني 10. ساعة ونص هكاك خرجنا تسعة ونص هكاك خرجنا، بدينا نمشي ومشينا واحد 20 كيلو هكاك، تما كنا حنا في وسط العشرة هادو كنا حنا الاخرين. خرجت فينا لامارين قاعدين يدور، قاعد هذاك اللي صوب سيميريجي قاعد يدور بها هكاك باش يلتيها. اي عاودوا دخلونا للجزائر، عاودنا دخلنا للجزائر راحوا هما ابري زدنا ريحنا هكاك حتى 12 تاع الليل 12 ونص، زادوا جاو معنا خمسة واخد اخرين سيميريجي وقلعنا شدينا طريق. استغفر الله يا ربي. ها؟ كذا كنت داخل بوطي 13 والقيد وصاحبه. كش ما كان نساء دراري صغار اطفال شيوخ؟ ما يطلعوش. انا اللي كنت مع انا اللي جابني السيد، انا عيطت له وحده قالت له باش نطلع، قال ما تجيش. فاش الضربه الاخرى طلعوا معاهم مراه، مين وصلوا اسبانيا حكموهم لامارين، حكموا المراه وحده وحكموا الاخرين وحدهم. قالوا لا سمع، يقول لنا شكون اللي كان يسوق نعطوك الجنسيه. الطفله طمعت
كان واحد استغفر الله يا ربي كي كانوا في الطريق طاح لهم موتور اون، واحد فيهم كان يسير بدا يخلط فيه ماض الموتور، من وصلوا اسبانيا قلت لك طاحوا عليهم كي جبدوا هذيك المره قالوا لها شكون، قلت لهم هذا الميكانيسي هذاك مسكين اللي سقم الموتور ضربوه 7 سنين يا شريكي. والله راح 7 سنين والله ما حلبوه 7 سنين دير لا علينا لا علينا. قلت لك كي عاودنا ولينا للجزائر خرجنا فيه 5، هذاك القيد هذاك اللي كان معنا عيط صاحبه قال له اسمع شوف لي لا مارين ولا انغاريا كونتاكتيو باينه واش كونتاكتيو، عاود قال له في بلاصه فلانيه زعما انغاريا اوكي عاود دي مارينا كونتر تاعها زعما في دارها شدينا طريق فطريق بعد السيبارا وقايت بقينا غير حنايا وواحد كان معانا طيب في وسط الطريق طاح له اونبان مات ليسونس هذاك خلط له بالماء ولا ما على باليش كيف ما ولاش ينوض له الموتور هاي عشينا في الطريق نمشيو نمدوا له ليسونس باقيين مع غير بالعقل 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 دي مارينا قلت لك 12 ونص للسبعة تاع الصباح دربية 12 ساعة انا في البحر او هذا سريع واش من على جا السيد لا على جا السيد باش تفهموا جا السيد هو اللي شد خاطر على خرجت كي دي مارينا الضربة الاولى في 10 كي عاودنا دخلنا للجزائر على 12 هذوك اللي كانوا معانا عيطوا قال لك انا وصلنا سمحنا على جلسي صاحبنا هذاك ما سمحوش فيه درنا هكا اي مي وصلت اسبانيا كاين واحد في الميريا هذه وسما سان خوسي واحد البور هكا وصلنا في زوج قلت لك في زوج ليسونسيال بوطي اللي كان معانا هذاك اللي كان معانا واحد الشيخ شريطه تعاوننا عليه حبطنا طلقنا راح تحوسني انا اللي صحيح ما نحرك سير شريطه حبطناه وراح والله العظيم من حبطنا وراح احنا بقينا نمشيو كيف كنا في شحال تما 13 و13 شحال من بنادم كنا نمشيو كاع ضربه واحده 20 سبعة ايه هكاك السبعة السبعة ثمانية بدا يطلع النهار وحنا مازلنا خاطش خرجنا في سان خوسي هذه جايك شغل جبل هم حكاوها لك مقبل جاي اللي قبلي هم حكاوها هذه بلاصة جايك شغل جبل غير مشينا شوية قلنا لابريكاد لا بوليس تما يستناو فينا مع العيا هذاك داخل راح ديريكت الدوني الدوني من بعد طيب ليمونة كنا في 13 واحد الاخرين هربوا ليمونة حنا دارونا سيلونا ايوم بعد داونا للسونتر جايك شغل السونتر راك جاي في البحر قدام البحر في البورا كاين دارونا هذاك فاك وسموهم تيست كورونا والدواء نحاولنا كاع قشنا خلونا غير دراهم التليفون هذا ما كان بتنا هي انه ماما في السونتر هذاك دبات 72 ساعة ويطلقوك فلا يشدونا شحال من ربعة غدوة من ذاك محدش عليه يطلقوك كنت انا طلقونا وما فرقونا شو بدأوا يطلقوا غير بالزوج ثلاثة بالربعة ما بوش طيقونا ضربة واحدة كنت انا واحد زوج شلافة مش لفة فهي طلقونا غير مع الخرجة تما لقينا الجمعية هذو بلا بيت انا فلوت قلت له ماني انا رايح فرنسا انا مش مانيش نحوز قاعدة هذه الجمعية فهي طلع الميريا غير تما غير خاتش هذاك وين السونتر هذا غير قدامه لاكار ريزيرفيد بي البرشلون مع 8 تاع الصباح هذه ماريكار قاعد ندور في الميريا هذيك ندور ندور جبت 8 تاع الصباح بيتين برا شي بيتين قاعدين ندورو نقول رقاد كاع ما جانيش اسبانيا هذيك كاع ما رقاد ريزيرفيت بي برشلون برشلون وصلت من 8 تاع الصباح ل 11 تاع الليل ل 11 تاع الليل ل 11 تاع الليل وصلت ل 11 تاع الليل ما كاش وين تروح ثاني يعني برشلونة هذيك تشوف انا مخد اخر تبقى غير الدور الله ما ترقد ايا لا علينا هذوك ذو الشلافه اللي كانوا معايا اخوهم بعث لهم واحد زعما باش يدخلنا برشلونة تولوز في فرنسا تولوز حق مسيح جا لينا رفدنا دانا لدارو بتنا عنده غدوة مين ذاك ثاني زدنا ريحنا يومين في برشلونة تما بيتين يومين في برشلونة بتنا عنده يومين بعد دخلنا تولوز خلصنا 250 لواحد خاطشو علاه كون كنا ربعة نخلصو 200 للواحد كي كنا في ثلاثة خلصنا 250 حطنا في تولوز خوهم هذاك خو هذوك الزوج اللي كانوا معايا لقينا يستنى فينا في تولوز قدام بعد دانا ليون ليون ريحت يومي في فرنسا حكمت لي الخونطة ما قدرتش نريح غير تسمع غير ارا قارو ارا داخور ارا صرفي يضربو
ما تقدرش ريح فيها. ديستيناسيون بلجيكا عيطت لولد عمي قلت له وني جاي قال لي روح. طلعت بلجيكا تما ريحت فيها ريحت عنده واحد 10 ايام هكا 10 ايام كنت نستنى فيه واحد وليد حومه كان مازالو في اسبانيا جاري هذا جا ليا وجاو معاه زوج صحابو ريحنا عنده وليد عمي ايوا هذوك زوج صحابو كانوا يستناو فيه واحد في خوهم يجي من لهنا من الانجليز يحبط ليهم تما هيا كيحبط ليهم حوسو زعما انا داير في بالي هذه دخلها على زبروت كيما نقولوا بالجا الانجليز على زبروت هيا جالينا قالنا كاينه بلاصه من كاليا دي من فرنسا هم يحرقوا منها سوارة بزاف قالنا تخلصوا 1500 قالنا 1500 شغل عندك شغل حشاها لي غير في بلاصتي غير في بلاصتي حشاها لي قال لي انت تروح للبورتريه تضرب قال لي كشهرين ثلاث شهور وصديق وين لعقب قال لي هذه 1500 تاكلها غير ماكله خلينا في 1700 راهو قال لي هو 2700 حب يخبطني في خلينا منه لا علينا هذا وليد حومه زعما جارنا وحنا هو اللي يقدم غربه وكذا لا علينا خلينا منه ليسونسيال قالنا خير ما تروحوا تاكلوا هذيك ال 1500 تما قالنا نروحوا لهذه البلاصه نخلصوا يعقبون شو حسيت روحي كافي نكذب عليك تعطي الواحد عراقي 1500 باش يخرجك من اوروبا يديك لوروب قلت معليش رحت لكاليا هذيا معمرة سوارة لهنا بيتي من برا لا قرفو حاس كدبر طيب بيتين في واحد الغابة هاكا نستناو نستناو زعما يجيبونا ماتريال ونخرجوا تاني باش نلقينا لا بوليس تما ولا يوريونا في الطريق تاع فرنسا دوك لا بوليس لا لا الشرط منا ما تروحوش هكا وديك الشرط راسين لا بوليس تاع فرنسا كرهو منهم هذوك السوار بصح غزاو هلا انا الانجليز خو بقوه صايا طاحت لا كوبتير الاخر ما لقاو الماتريال هذاك الدواء لقيت روحي بايت في غابه مشى على النار شو بكري يعني طفي بالدخان قولي وانت ما مديتش 1700 جستوم وانا بعتها لي خالي او خالي يسمع انا بعتها لي خالي وانا هذا اللي جا من الانجليز طول هو كبير علينا تما هو اللي كان شاد دراهم هذا وليد حومه بصح انا ما محكوا بصح نورمال نفرشو هو قالنا 2700 هذا وليد حومه وهي الركبه 1500 حاب يخبطنا فيها هذيك لاك فاهم خاطش كانوا كنت انا وليد حومه تما كيخلصوا 1700 1700 زوج خاوتو هذوك يطلعوا باطل فاهم كذا العقلية هي 1500 وانا فاش حلبت لها كي رحنا باش يرد له دراهمو باش يرد لنا دراهمنا خسيت كونفيونس على كل حال مركبناش قلنا هاكو دراهمكم لا بروشان كي تكون كاينه خرجه انا نعيطكم محيط والمحيط فيه كالما بالك خطره في الشهر ولا زوج خطرات في الشهر طيش فيه كالما بزاف كي رحت باش نخلصو رد له 1500 قلت له واش قال لي اوه بلعطت ولا اخر تسمى حسبها لنا غير 1500 المغازي يحسبها لكم ما قال لي 1500 لا علينا وتوليت عند وليد عمي بلجيكا ريحت ثاني بعد شهر 10 ايام هكاك ثاني 10 ايام وانا مريح عنده عيط مع واحد وليد حومه ركب من هذه البلاصه واسمها غانت حنا نقولوا لها غانت وهي كيما نقولوا خانك واسمها خانك اسمها خانك بلجيكا هذه دوك اللي يكون في فرنسا يريزيرفي بي كوفوتيراج يحبط الوسمة وسمو تاع فرنسا تاع بلجيكا هذاك غاردونور 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 يريزيرفي ثاني بي في التران يطلع هذه خانك واللي راهو بلجيكا اللي غير في التران بك خانك ديريكت عيطنا واحد دخل على كل حال دوك هذا البور يدي البارتو دوك انا ما نقولكش الانجليز يديك ليرلاند سكوتلاند كل خطره وين البابور هذا راح يحطك هذا وليت هما خرجوا في سكوتلاند فوق كامل قلنا بورش باب ولا فرحنا على كل حال ما كناش كنا شحال كنا في ربعة انا وليت حومتي وهذوك زوج خاوت سيد هذا تسمى في ربعة فرحنا يا نحطوا في خانك هذيا في خانك تحكم باص 55 يديك زالازال ترمينيس وني خلاص ترمينيس هذاك هو البور او جايبان لك او جاي على طرف الطريق كاين واحد لابليكاسيون يا ربي واش هاي في تليفون الاخر واحد لابليكاسيون اسمها مارينا رادار تبدا تدخل في هذيك البلاصه في زالازات في الماباكي تلقى البوابه المقاريين
اي تبدا تشوف بابور كل بابور وين رايح، تما كاين اللي رايح للالمان والواحد وكيف تلقى تاع الانجليز تما تلقاه مكتوب بالانجليزي. هو مي ديكلاريش وباش نفهمو مي ديكلاريش وكتش زعما النهار زعما على ثلاث ايام وخارج، مي ديكلاريش على ثلاث ايام زعما اليوم وخارج دوك يديكلاري فاهم. ودي فوا يغلطو يديكلاري تما ما تعطيلكش الرسمي. تما كاين بوابر راني حافظهم انا دوك تاع الانجليز راني حافظهم، كاين اللي يخدمو الانجليز يبقاو طالعين حاطين الانجليز بلجيكا الانجليز بلجيكا، وكاين اللي لا كاين اللي يجيبها لك كيما الضربة الاخرى. كان واحد تاع الجزائر جا من الجزائر قلت صاحبي ركبوا فيه اه هو استغفر الله يا ربي قال لي ركبوا فيه، قلت له لا لا خلينا منه ثاني يدينا الجزائر قارة في الليل ديمار الانجليز تما كل خطرة و... من تنديك إليش فهمني. لا علينا ريحت واحد العشر ايام وانا نضرب لا علينا بور دخلوا تاعو سهلة لكل حال مشي زعما مزيرة ولا نورمال تدخل في وسط الحشيش عادي. ضربت في الاولاني كنت انا ثلاثة ولاد حومه ايه ثلاثة ولاد حومه وانا الرابع هذوما اللي قلت لك عليهم. ضربت في الاولاني يا ما الشتاء الشتاء والبرد حبيبي يعني نقول لك تشمخت كاع وليت نسير من الفوق للتحت والبرد طحت في واد سكوت برك مرمي داك احلى باش وصلت للبابور باش وصلت للبابور من وصلت له تمونطينا يا كاين تخبيه في لافون كامل تلقى واحد الدوايره تفتحها تحبط تحتها سلوم شغل تحبط تلقى وين يخبوا الباش وكوردات ولا تتخبى فيها ولا لقيتها مغلوقه هذه كاين في الشاطمون من فوق ولا كاين في اسمه هذاك تاع الفلوكه هذيك اسمها فلوكه هذيك اللي تلقاها صغيره ثم زعما كي جاه يغرق بابور يهربوا بها شايفها ثم ثاني يتخبوا كاين زوج ولاد حومه رقاب قلنا لهم تخبوا تحت الدروج هما يدخلوا وكنت انا شويه سمين وكاين واحد اخر سمين ثاني قلت له وين تخبوا في الشاطمه طلعنا تخبينا في الشاطمه وما تخبوا تحتها كي بدات تصب الشتاء بزاف هذوك اللي كانوا تحت الدروج عاودوا طلعوا علينا الفوق قال لك نتخبوا في الشاطمه قلت لهم في الشاطمه ما نقدروش نجو ما نجوش كامل قال لك لا لا نجو بالسيف نضرب صح قلت له هذاك اللي كان سمين هذاك معايا قلت له وين نحطوا حنا نتخبوا تاع الدروج تفورسي ورواحنا ندخلوا قلت له يا روح قال لي يا روح حبطنا تخبينا تحت ما هو فورسيته باش دخل ما حصل في النص ما قدرش يدخل ايا واش نشوف هذوك اللي ما حبوش يتخباو حبطوا خلاو الباب تاع البابور مفتوح وحبطوا جاو لي زاجو قلبوا لقاو الباب مفتوح والباب مفتوح الباب هذا كان باش تحلو تماما كي تكون الريح ما تحلوش غفار واحد يحلو بيد تحلبوا باللي كاين يبي يطلعوا جاو يحوسوا علينا لقاونا هذه في النهار الاول اللي وصلت للبوار هذا لقاونا هربنا لهم عاودنا ولينا كاين واحد سكواطة تما كنا بيتي فيها عاودنا ولينا جاو تمرميد تشمخ الاخر درام تشمخ وتليفون تشمخ الحوايج على جال زوج عيبات خلوا الباب مفتوح على الحرقة هذه باش ديكوفريتها بلي الحرقة تاع خمسة عيبات الاخر ماش تصدق لازم انت وحدك ولا انت وصاحبك في الدوزيام كيف بصح هذا تاع لي كونتينر تما غير ما كانش قابلي قايتين من دوكا الكلاب كاميرات لي زاجو في ثلاثة رايحين نعقبو زعما يا راح عاودنا ولينا البور هذا غير تما عند السكواط هذيك كنا بيتين فيها قايتين جاي قدام بعضهم تما البابور يقاري غير قدام الدار يا ربي 10 دقائق راني فيه هذا البور اللي كنت داخل لي تاع لي كونتينر جاي فيه شباك قاعد 3 مواتر اوكي وفي البربوري من فوق هذاك الشوك هذاك شايفو هذاك الشوك والداخل كاين كاميرات ولي زاجون هذا تلي كونتينر انا في الدخله سيبارينا فاش لي كونتينر لازم الكلاك الداخلي يدور ولا خاطر خاف يقيسك تما اوبليجي لازم كل واحد يلعب لعبو خفيف ظريف انا وجاري رحنا وحدنا وكي لقينا واحد وليد لامونتان او في الحبس البيت الاخرى ولا كل حاجه مازالوا في لاو بلجيكا راح وحده وكاين زوج هذوك خاوت سيد اللي قلت لك عليهم دخلوا وحدهم انا وصاحبي دخلنا ملاريير كامل صوتينا الشباك هذاك تعذبنا باش دخلنا وصلت عند البابور يا ربي ثلاث خطوات هكا ثلاث خطوات وندخل نطلع له في البابور واش نشوف هذوك الزوج داخلين فوسط لي زاجو فوسط الكاميرات شغل بورتا باباهم داخلين في لاطاي اي شمتهم الكلبه لقيتهم ورا هذيك المراه
واحد المرة كانت تدور بالكلبة الكلبة طلقتهم وراها هيا كي خرجوا هما صوتا وخرجوا الكلبة زادت شمت ريحتنا جات عندنا دقت لي على بالك فقمت انا عند الباب خمس دقائق ندخل له انا جانا هما كشوف حطوني طلقت مورانا الكلبة في الدخلة صح جاني صعيب الدخلة تاع الشباك والاخر في الخرجة ما بيش كيف خرجته خلع الكلبة والله ما على بالي لي صوصية كي خرج لقيت راهي معمر الدم دعوة اسكن برك سلخ دقايقي والله ما على بالي ما خرجته طيب زيد بعد ضربة تروازيام ثاني دخلنا في بابور لقينا بابور شكيناه ليرلوند صح ماشي الانجليزة قلنا ريسكي والي عادي يومين طريق وليرلوند عاود تدخلها نورمال تدخل الانجليزي تجي لندن عادي ضربنا فيه بيت فيه نهار ونص كيف كيف على جال هذوك الزوج اتخبى ما نتخبى لاخر يشوفوا قداوة دينا في الهدرة الزايدة طاحوا علينا بيتين داونا قردافي هذاك النهار حكمونا تسمى ما كاش ميتاخر داونا بتنا قردافي لا بتنا قردافي اصبر دقيقة انا قلت لك ديك النهار زبروج علاش زبروج ثلاث خطرات يحكموا الرابعة الجزائر او بيش فاهم ولا بونس وفو في وسط المية عقب واحد تسمى مشي كما كانت انا خاليه ودخل على زبروج صح وشنو ما عايش كيما في وقته بالك هو في الدوميل ديس عقب هذا وكما عايش كيف كيف فاهم صح لا علينا المهم داونا بتنا قرضاوي خرجونا على الربعة تاع الصباح قالوا لي فرنسا تروح لفرنسا قلت لهم يا ودي فرنسا غير طلقوني برك خرجنا من قرضاوي هذوك الزوج اللي كانوا معايا قلت له وليد حومتي هذاك جاري قلت له انا حطه في الدار زعما الوليد عمي بلجيكا هذوك الزوج قلت له مالي في الكار روح تعرفوني من عرفكم هنا تنتهي حلقتنا او توليت لدار وليد عمي ريا ثانية وهاد العشر ايام هكاك هذه حكايتها كاع يتيمي با شهرين انا حكيتها لك غير هكا ليسونسي احنا بازينا على البور باش يعرفوا الناس هذا ماك او توليت لدار عمي ريحت واحد الشهرين قلت شهرين عشر ايام قالت لي واحد وليد حومه يعرفوا الاخر قال لي واش ايمن ورا قلت له انا بلجي كاني مريح قلت له انا مريح لا انا خلاص الانجليز ماش حابه تاكسبتينا هنا مكتوبنا قال لي الريفيو ان شاء الله في بيكاديري في بيكاديري جاي فرا بلجي لا هنا في الانجليز توش من الريفيو مرحبا بابك انا وعد حاصل تقول لي ريفيو اي كيما كان الحال والله راك شغل دار لي الدوده باش نعاود نولي كان سبه باش عاود توليت للبور هي الصباح غدوة من ذاك الصباح واسيت في هذيك لابليكاسيون لقيت بابور يخدم ثاني الانجليز بلجيكا الانجليز بلجيكا عنده ثلاث ايام ملي دخلت من نهار الثالث هذايا ديماري فيه خشت الانجليز ماكسيموم ثلاث ايام فاهم كيف عاودت وليت للفور وليت قلعت من الدار على الربعة تاع العشية وصلت تما الستة والله مديت ماكلة قرعة ما مديتهاش تلمو الفرحة هذيك الانرجي تاع راني داير في بالي في الانجليز ريحت في بابور يومين ونبيت فيه ما ديماراش جاونا هذوك اللي كانوا معنا الضربة هذوك الجرة اللي جاو معنا ولا شو فيديو انتم جرة قلت لكم ديك نار وانا نعاودها لكم قدام الناس جرة جاو كي جاو عييت حبط لي المورا جاو هما دخلوا على الخمسة تاع الصباح فيه انا يومين بيت فيهم بعد نهار الثالث وما جاو دخلوا فيها على الخمسة تاع الصباح ونفصل ليا زوج بوابر واحد جاي من مصر غير انساه تما ولي عاود يردني لافريك تمريض وكاين واحد اخر والله ما باليش خادم ليسونسي اخر ترك وعفسه واحده اوكي والله ما على بالي شنو خادم ترك هذا كل تحومه قلت له واش نحبطو ما نحبطوش قال لي نحبطو قال لي خاش راح نطيحو خلينا طاح الليل باش خرجنا من البور خاطش في النهار الخدامين جاي يخدموا شو ما جايات او طاح الليل خرجنا على العشرة منه رحنا لهذه السكواطه بيتين فيها جاونا جاو هذوما الزوج قلت له كيف انتم ما تروحوا ما تخلونا نروحوا دوكا يا روحوا انتم ما يخلونا نروح هنا خلينا لكم بابور طول العرس حبطتوا اما بدينا هدره الزايده الاخر وليت حوم هذا جاري قلت له نعاود نولو قال لي نولو مزياك شو ما كانش بنادم اللي زعما يفشلك هكا ولا تما غير تقول له اي
قلت له يا نولو، قال لي يا عاود واسيت في البابور ديمار الانجليزي، حبطنا منه ديمار ذاك الزهر. ثلاث ايام وانا يومين وانا بايت فيه ما ديماراش، نهار ثالث ديمار لا علينا. قلت له هذه تما الاخرة تاعنا، ما رايش الانجليز حبتنا، ما نروحو ما والو، نعاودو نحطو بلجيكا ونريحو خدامين تما وخلاص. قال لي الله يربح، غدوة صباح يعني نطع 12 هكاك، نطع 12 غدوة منك صباح، نطع 12 هذي لو 14، لو 14 دي سيبتون نوفمبر، 14 نوفمبر، 14 نوفمبر نط صباح ما ماكلين والو، ثلاث ايام ما ماكلين والو تاع البابور. بديت نخلط هكا في لابليكاسيون، لقيت بابور ديكلار عنده ثلاث ايام اللي راح يخرج الانجليز، مشتوش هذوك الزوج بابور اللي قلت لك، واحد تاع مصر واحد تاع ترك، واحد فيهم ديكلارا ثلاث ايام روتار. منا كيف عمت عمتني عيني مشتوش هذاك النهار، ثلاث ايام يدير، قلت لك ثلاث ايام روتار. قلت صاحبي واش، قال لي هاي نروح، ما حلبناهمش هذوك على كل حال، على كل حال قاتشو علاه الماب كان عندي ما يعرفوش يخربوا فيه، ما يعرفوش هذه الابليكاسيون ما يعرفوش يخدموا بها. قلت له يا نروحوا، طلعنا غير ثم البيرو طابك، شرينا شرينا واحد زوج باكيات قاطو نتاع ثلاث ايام ما كليناش، وزيد زوج باكيات قاطو دار بينا يومين في البحر، خمس ايام بلا ماكله. لا زوج باكيات قاطو اش قرعنا وحبطنا للبورت. دخلت والله غير فوس لي زاجون، دخلت على ثلاثه تاع العشيه فوس لي زاجون ما شافوناش، نعماهم ربي ولا هذوك الجره اللي كانوا معايا لا بهم ما حبيش ناكل. مره بعد ما قلت لك من ثلاثه الخمسه ونص كنت قدامه مريح، كانوا لي زاجو كانوا يسودي ولا ما لاباش، كانوا يشارجي ولا كل حد ما هو، وما قدرتش ندخل له غير شفتهم بداو يطلعوا في هذوك الحبايل هذوك تاعهم تاع البابور. رحت مونطينا انا وصاحبي في هذاك البابور تاع الاخر، بابور تاع ديباناج هذاك، تخبينا فيه خمسة ونص ستة ديمارة الانجليز دار بينا، هو يدير 24 ساعة تما ديمارة بين الستة وصل غدوة من ذاك على الستة. فشو لا ما حبطنيش كيما نقولوا يا ربي كيما زبروج، زبروج وين يديك اسمه هذاك الانجليز دوفر، لا زبروج دوفر، زبروج دوفر باينك شغل صح هذه الجهه صادي بور راه يديك يا ليرلوند يا سكوتلاند، هو يخرج لك علامه الانجليز صار ما نعرفش من بور لي سوسيال الانجليز وخلاص، هذيك هي المفيد. حطنا الفوق قريب ثلاث سوايع بعيد على لندن، الفوق كامل قريب لندن قريب سكوتلاند، قريب يقول سكوتلاند حطنا ثم. لا استغفر الله يا ربي، غير خرج لي في الماب بلي خرجت في اسمه يا ربي اقليم تاع الانجليز، وحنا تغمينا داخل هذاك تاع الزجاج هو غمينا، وزيد خمس ايام ما كليناش بروبليم، قوة قارة بينا فوسط البحر. واش نسقسي سقسي واش راح تسقسي واش كان الشعور تاعك دي مرة ال تدقني غير ما كنتش مامن نكذب عليك ما كنتش مامن. سيد كان معايا واحد ثم قال لي اني سبع شهور وانا في الكورة هذا ما عجبش، سيد كي عيط لي عيط له قلت له اني في الانجليز كيف، قال لي انت شهر ونص في الانجليز متزاير لنا شهر ونص، قلت له لا داوي الخير كل واحد مكتوبه لا عارف ما رقدش نكذب عليه نقول لك رقد قاعد نستنى وقتاش يدخل الانجليز ما حبش يدخل لا بالدقيقه نحسب له قرب بالاقليم في الكيب قاتلو واحد كيما نقولوا واحد 20 كيلو هكا ويدخل للكيل، الكي تاعو كان مشارجي قال في وسط البحر دار مارشي يستنى الكي تاعو، حنا تغمينا الداخل خلاص من الماكله خلاص من كلش، خرجنا لهم تما معليش تما المهم الواحد يكون راكب فيه ولا يشوف اللي يروح ويدخل الاقليم خلاص تما ماشي يولي على جالك. خرجنا لهم ثم شافونا تاع كوزينا هذاك واحد اللي طيب شافني قال لي واش خاصه، قلت له بريكي طالعين شعله ودرا ودرا من بعد عيط لصحابي قال لهم بلي كاين عباد لهنا جاو لينا خرجونا، كاين واحد يهضر اونجلي بدينا غير قعربك الانجلي تاعي هاك وهاك قعربك مين جيتوم بلجيكا الاخر وين تسكنوا ليبيا قعربك لا علينا. من بعد طنا قلنا مازال ما كليتوش، قلنا والله ما كلينا، قال لي شحال خمس ايام، قلت له انت مريض، قلت له خمس ايام ولا غير خمس ايام، جاب لنا مرقاز ولا هو قلت له ما ناكلوش المسلم لا راحوا طيبوا لنا الحوت، لا استغفر الله يا ربي قبل ما يطيب لي الحوت دخلني الكوزينه قال لي واش طيب لك
قلت له الحوت. طيب لي الحوت هيا ديما احنا ذاك النهار كانت بالحد نهار الحد ما يخدموش روفو ما جاوناش لا بوليس قالوا الناس الناس ما زدنا بيتنا نهار اخر تما يومين في البحر وحنايا يومين النهار الثالث جاو لا بوليس جاو زوج زوج لا بوليس هكايا دخلوا بينا الكي حبطونا جاو داونا لا بوليس بيتنا نهار في سيلونا ثاني شخصوك مين جيت من الاخر الدعوة بديت غير نقعران الليبيا الدعوة بعد السوري قلو جد دير لهنا قلت لهم لا خرجت من الدار ضربت صاروخ في دار النار احد قال لافامي انا جيت لهنا ما عنديش وين نروح مرنكا فهي طبعت كابل تليفون جبدو باسبورت زيري كلش حكايتها قايدين بعد جبدو باسبورت تورني تقول فين جبدو باسبورت ماركة من بعد كل صحيح على الباسبور كنت مصور الضربة لي كنت اسبانيا باش ريزرفيت بيه من الارميريا لبرشلونة خرج لهم هاي داروا معنا انترفيو قال لك اللوجو قلت له دير اللوجو اطلقني غير روح ايه انا معاكم في اللوجو هاي ربح يا خلاص بعد يديروا معك انترفيو من نهار كامل بعد يطلقوك غدو من ذاك جت طنوبير تاكسي ديتنا اللوتيل عقبنا 6 ايام في لوتيل تحجر صحي بدا افري 6 ايام اكمري في لوتيل تما تولي تقدر تخرج وتعاود تدخل الوقت اللي تحب افري 6 ايام هذه حتى وين يعيطوا لك دير معاهم انترفيو على اللوجو وهنا ما جاي نديرو زعما انترفيو مع اللوجو ما قلت لك انترفيو مع اللوجو ما جاي نديرو اللوجو فاهم كيف قلنا لا علينا كملت 6 ايام هذيك ريزرفيت بي من هال هذه بلاصه اسمها هال لندن جيت لندن لقيت خالي يستنى فيا هذو الناس اللي يقول لك يطفوا تليفون مامي اللي يطفوا تليفون فكرتني والله رسيت واحد والله رسيت واحد كنت في في اسبانيا كيما كنت في اسبانيا عيط لي واحد قال لي اسمع وطالي عمك النيميرو تاعك باش تجي عندي انا يعني في ليون قال لي تجي عندي دبات ولا اخر ومن بعدك تروح اضروح قلت له انا مانيش مدا زعماك شو مانيش محتاج قلت له انا طالع الباري انا يا مانسحر قال لي لا لا روح عندي وخير ومحجم تخصك قلت له الله يربح ارسلت لي وعيت له تليفون طافي او غمر فيك قاعد نضحك كنت بيت مع هذوك هذوك اللي جاخوهم داهم وما داوني بيت عندهم يومين غمر بيك هذا يديروا لا مربيه كنت لابس بيا طالع الباري عشان حبطني اللي وانا ما فهمتش عليها لا علينا قلت لك لقيت خالي اللي انا يستنى فيا رحنا للدار فابري مورا ريحت ما نبيت نخدم تما كل شيء شهرين اسمه متزير الانجليز اخويا ما كاتيب الدنيا دي مارك لو 28 سبتمبر لو 14 نوفمبر لو 17 نوفمبر خرج دار بيا يومين لو 14 ركبت لا لا نوفمبر نظام لو 14 ركبت لو 17 وصلت للانجليز حطيت رجلي في الانجليز اي بي اي مكاتب الدنيا هادي مكاتب قلت لك والله المكاتب هذوك اللي كانوا معايا على كل حال مازالهم في هذيك البلاصه 100 سنه ما كنتش داخلين قلت لهم 100 سنه ما تدخلوش الله ربي يوفقهم على كل حال دوك البرد والاخر تعرف كاين الناس من حوسين تبعهم ما تربحش خوهم دار معنا الحيله الضربه الاولى ما لا قعد مع خاوتك دوك هذوك الدرام اللي كنت راه معول تديهم من هذوك صرفهم على خاوتك ماكله تما هذي عملوا بالنيات زي نيتك وكيف ثاني فكرتني من كالي لقيت هذوك تاع هذه فرنسا في كالي الانجليز 3000 اورو يدخلك في السيمي وانت حرك 3000 اورو راهي بزاف مين راح تجيبها انت؟ مين السواره هذوك؟ اه السواره والعراقيين يخلصوا خلوا الشرطه ايه خلاص ما مجاو لها نخس روها ونصهم ماتوا في البحر تم والله راهم يموتوا فكرتني هم يموتوا والله راهم يموتوا بزاف والله نقول لك هذه هذو الزوج اللي كانوا معايا زعما ما حبوش يحلبونا خرجوا معاهم مشى بهم واحد 10 مترات تقلب بهم بابور فلوك هذه هذو العمال قلت لهم تربحوا العيب عليك زعما قلتوا الناس زعما لا هذه تعمل قلت الناس الحيل اخويا ما لقري انا شغل ما نعرفهمش خوانا في البلاد ما نعرفهمش انا ولي جاري هذا هو اللي جابهم تسمع لو جاه جاري اللي بيتهم مولد عمي في الدار ولا
فهم كيف شو كان يباتوا معه ما نعرفهمش انا كذب عليك بنقول لك نعرف انا في البلاد وما نعرفهم تما لا انا ماش ندير لك حساب صح هذيك هي اخويا كل واحد يضرب على روحه اخويا وواحد يضرب على كيله اخويا كون كانوا بنيتهم ضربه الاخر ولا غنديهم معايا صح كانوا حيله لقيت واحد تما مسكين والله ما لبالي من البلاصه والله ما نكذب عليك قلت له وين روحوا اروح معنا خطيك ما تتبعهمش اروح معايا قال لي والله غنجي معاك ايمن جمع عيال لصقوا فيه ما حبوش يروحوا دار لي واش قال لي قال لي ايمن صحتك الانجليز تشوف هي الجره تا خمسة ستة غير اختك منها انت ولا انت وصاحبك هذا وان في جامي زعما تطيح ولا كاش ما زرالي كون معك واحد صحيح هذه هي قول لي يا معلم وانت يا واش الناس اللي تجي في البحر هذه واش تقول لهم انت واش نقول لهم الله يرحم باباك انا واش نقول لهم نقول عفسه واحده وكيلو ربي اللي خلاني نهضر معايا ما فلاكم اسكو انت الاوروب اللي كنت تسمع بها في البلاد هي اللي لقيتها في ارض الواقع فرنسا انا في فرنسا الفرنسا اللي كانوا يحكوا لي عليها لقيتها في الريح في الجزائر خير سواء بها بعباده حاشا اللي راهم ساكنين فيها الناس ملاح ايوا مازالوا يضربوا على الاخر الانجليز على مخد اخر خو او خالد واش رايك ديفيرونس بيجر تحرش بي يا اخو لا انا كي تدخل لهنا مازال عباد فيهم شغل الخير واش خصك الاخر ثم واحد قلت له يا اخو باش الريزيرفي بي نحبط لبلجيكا قال لي يا اخو فرنسا ما فيها والو غير خطيك قلت له انا رحم بابك وسقسيتك قلت له حبيت الريزيرفي بي باش نحبط بلجيكا ماشريه في فرنسا تحرش بي هادي اسكت بر يضربوا على الصرف مازالهم يضربوا بسيوف ثم في باري هذيك اللي تشوف فيها يضل يبيع لك الدخان نهار كامل ينحي من لحمه باش يشري لك سيرفة لاكوس ويتصور عند لاتوريفا يقول لك انا لاباس بيا ولا خلينا ما نعملش حاب نهضر ماشي حاب نهضر كنت نسمع صادوك شتهم انا عقبت تما واحد ما يطيح لي خشين ومن بعد في لي كومونتير شتهم فهمني سوا بالبنات سوا بالذراري ديفيرونس بالبنات تاع فرنسا وتاع لهنا نتلقاهم مازالهمش محتشمين ولا فرنسا خلي البير بغطاء هي الانجليز قالوا لي بلي ثمك تزيري يعانوا بعضهم شوية والله ما نزال في يوم الخير هاو قدامك هاو يسمع هاو وقدم علي هاو عنده وقت 13 سنة هاو يسمع ما نزال فيها خير خوف ما منسال لهنا اليوم ما زالهم شغل شادين في دينهم اسمع لي روند قالوا لي يتمت في الكوارت لي روند يتمت في الكوارت روند يتمت لي روند يتمت ايه يتمد يتمد قال لك يتمد ليرلون ليش نروح لهاش انت وين نروح ليرلون يرحم بابك ريح كاش ما عندي في ليرلون عندي صافي دوكا 3 شهور كلش لو 28 ندير 3 شهور غربة وين نروح ليرلون ما نعرف لي لغة لي دراهم لي والو شنو ندير يرحم بابك مول وقت يروح ايه على بالك بلي الانجليز ما فيهاش كوارت فيها كوارت ما فيهاش قالك لازم تزوج ها قالك لازم تزوج هو قديم عليا ولا يعرف انا ما نعرف الزواج لازم الزواج بصح الزواج صعيب ثم يا صاحبي مع الانجليزيه لا الانجليزي دابا هو قالك ساهل ها هو اللي قديم عليا ويسمع قالك ساهل عندك بروبليم بك هذاك تاع يقول لك احبط الجزائر بصح شنو بالبيبي يسقط بالبيبي يسقط على القانون تاع تحبط للجزائر تاع قد معاها وهي تطلع وانت تبقى تستنى حتى تواصل الإقامة تاعك وتطلع بالبيبي يسقط هذا القانون ملا تجيب بومبينو ثم يا عادي نورمال كانوا قلت لي على ربي قوم بس زي اني تاخذ قاع مليح اخو ما ديرش حيلة برك نكوارط ونطلقها تكل على ربي ضرب الاولى اخو هي قبلت بيك شغل كشخص انت قبل بها عادي لا 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 فهمني صح ديما نشوف نسمع للناس يقول لك صعيبه 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 اخويا ما صعيبه صعيبه زعما في الكليمه في الكوارت اخويا كاين ناس ضرب 17 سنه ثم الكوارت 20 سنه 15 سنه 10 7 8 الاخر 8 هاو قالها لك قال لك كيما تحوش عليهم ما يجوش انت كاش نهار تجي تلقى تجي قاوريه تقول لك انا ندير الكوارت هذه هو مكتوب ربي اخو دعوة الخير دعوة الخير خو صح هذا مكان وكاين بزاف قاعدين يشوفهم يقول لك كليمه تاعها عيانه وهذا يقول لك لا لا ما عطتنا والو
بيان سور ولا انت دخلت باش تسرق باينه ملي ما تعطيك والو بيان سور كيما ما يدخلوا على جال هديه هذيك شوفيها دخل على جالها ويعاود يخرج هذو هما اللي يقول لك كلمه عيانه تاع الانجليزي كي يدي واحده هكا ما يعرفش يولي ليها شو يدير بالانجليزي قاتلوا الانجليزي هذاك صح يا الله تما ما كان لا يلعبوا انا عمار انا فيها ربي والله يا اخويا ربي يوفق اي واحد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا ان شاء الله نتمنى لك اخويا ان شاء الله تزيد تزوج تدير كويرطاتك وتروح تشوف البلاد ان شاء الله واش ندير في البلاد يا رحم بابك انا عيطت البارح وليت حوما قلت له واش قال لي والله كيما خليتها الماء وما كاش قلت له خلاص ما تحكي ليش بدل لي سوشي نعبر للجزائر خلي نهار اللي حبط خلي يضرب 10 سنين ما حبطش نهار اللي حبط عمر لي والله نحكي لك قضيه نهار اللي حبط جا لدارنا قال لي يما ديري لي ندوش مازال ما ندوش قال لها باش ندوش راح تسخرنا في القدره الماء قال لي والله ما نزيد نولي هو يضحك قال لي والله ما نزيد نولي تعودني احبط تبدل والو اخويا خليها مشكل تاع ما جا لي مشكل تاع مدو ميلديس مدو ميلديس لا حتى من 8 سنين 8 سنين قال لك مدو ميلديس 2018 قال كيما كانت نورمال كفو بيزيد يحبط دوكا يزيد يكره قال لي واقيلا نحبط الريح في الجزائر قلت له احبط خو جزائر شابه راي ولا تهبط يا خويا واش تهبط دير انسان يخدم ومن ذاك يزور بلادو مليحه صحيت كيما قلت دوك انت اخويا ما تشوفش روحك وخادم 12 سنه ولا 14 سنه ومشي نخمش كيما تاع عندك 3 شهور انت عندك الانرجي السيد راه كاره خويا سي صح سي فري هو كاره ماشي كيما انا ايه او قال لك ايه هي الغربه هي الغربه من 5 سنين تبدا تاثر فيك 5 4 6 تبدا تاثر فيك شويه صح مازال ما حسيت لاج الغربه انا مازال الوحش هذاك ومازال ما كاش هي شوف العام الاول والعام الثاني والثالث يفوتوا ملاح اه بعدها تبدا تطلع شي شويه وذي يا اخويا وين نحشي لك كويس بارك الله فيك انت نخدم على روحه اخويا وصافي بليزير وينجح وهذا ما كان اخويا صح سي فري اه هذه هي اخويا المهم معلم ايمن اخويا ربي يحفظك ما نسينا والو على كل حال هذه هي واللي ما فهمش نعاود نفهمو خلي لهم غير الانستغرام تاعي على كل ما كونيكتيش بزاف نورمال ريبوندي عليهم ماشي مشكلة اخويا المهم ربي يحفظك عليك ستر اخويا ولي فام يا وربي يوفق ان شاء الله اخويا الغالي ان شاء الله حبيبي ربي يحفظك يا الله ايش خويا نتنى على خالك اخويا قال اسمع اللي قال خالي قال لي با متهلي فيك وقل لازم هذا خال تاع صحه قال لك ربي يحفظك